الاحتجاج هذا قمنا به البارح ان شاء الله وناتج عن بعض المطالب تاع العمال وعدم قبول الاداره تاعنا بالمطالب هذه. زياده في الاجور كانوا موعدين بها وثانيا تهيئه ظروف العمل المناسبه ما كانش خلاص هنا العمل راه كيف تقدر تقولك لك شغل الله ولا واعر شويه بزاف فوق الطاقه تاعنا. الوقفه الاحتجاجيه اللي رانا دايرينها لا تاعها هي تحسين الوضع تحسين وضع العمل و وتحسين الاجور باسكو حنا الاجر اللي رانا نتقاضاوه راه ما يلبيش الرغبات وعلى بالنا باللي الوضعيه اللي رانا فيها هذه تاع سياسه التقشف وما على باليش رانا ما لحقناش رواحنا الاداره راهي تساير في المشاكل ماهيش تحل في المشاكل يا اخي سواء من مطالب العمال ولا من مطالب الخاصه للشركه